بيسكن معه كأنه بيقشع فكان بيقشع بيقشع خلاص ما بقى بدها ما بقى بدها. راضي شو بك؟ شربنا قهوة معك يا خيي. أنا بعمل فنجان قهوة تروق أعصابي. بطبقتني القهوة كمان. يلا سكب لي. تكرم عينك. وقف شو في؟ اجوا برا؟ ما تأخذني مش قاشع. شكرا على القهوة راضي. ممنونك. أهلا زياد. أنا رايح طالع عند فادي. الله معك. باي باي. قتلتك عمين عراضي. هلا يا سلامي عن ازهى كل نهار بجنيني ضجر يا شايخ. هاي تجنيني في نعمين عما لا ليال مرتب مخروم وفهمين قطع وصل من هوية التفليس بعدين تخيو حاريس ونسهل لبنور ليش يجي الأمور. إذا شفتوا قلوا له تامر نويلك ويا وينه إذا بتشوفوا مش رح تشوفوا بقى صار بوستر. عم تضحك إنت كمان تعبان عن الشباك. وانو قدم يحوي فوق ايش عملته معه؟ خلاص عرفنا دويل هذا ايش عرفك اللي عشو عبالي اخد فرصة بكرة دويل مصاري هنا داوة ثلاث ارباع العالم ومرضهم كمان انا ما عش ارشي تنفتش حجي تاني وانا بطل معي صرت طلعوا ميجي ورا ميجي وقل له هاوضعوا منك استاذ هو يلحطوا تعرف ايش بانه راح اعمل من هالاشعة ايش اسمها سكاليس ضروري يبكل واحدة ولا ممكن ادم وابي واذا ادم بلين انا مش بلين هيدي بنت خيي مش بنت خيو بعدين عايش مخوفكم ادم هالقد منو شقفة واطي لا راح ولا ايش شايف حلو مش مصدق انه هو يا رئيس الخادم ابي صدق في الاستاذ سالم طيب مقطع فينا ويتمجل علينا البلي تسترو ساتر ما قتل دمه عشان نفسيته مش ويجي شايف حلو مش مصدق كانه رئيس خادم قصر الشانس اليسي عمو العمين انتبه مش فرقيني معي هذا زلمه بلا اخلاق لا بلا راس بلا ضمير بلا احساس وبلا هالحديث بس لايك استركت وبحب شغله استركت وبحب شغله بطل فجأة كيف أبعرف شو كنت عم بتقول يا نمان آه؟ شو كنت عم بتقول كنت عنقول لعابة حاجة عابة بلا أخلاق لا
بلا راس مش بصيرتك بكلمه يا مسيو ايدن. انت عم تقول مشويه ما مشويه؟ ايه والارض وارض مشويه مش هيك؟ لا مش هيك، كنت عم تسب فيي. اعوذ بالله، ليش انت بتنسبها مسيو ايدن؟ اكيد لا مش اكيد. ايه تعال هون، اذا ما بتجيب سيرتي بكلمه وحده بطشتك لسانك بشلوشه. سامع شو عم لك؟ مش كثير. مش سامعني ولا؟ عن جد مش سامعك، مش هيك بدي منك خدمه. ولك عين؟ بدي اطلبها بالعمليه لانه انا معي شيء وقعه منك. شو بدك؟ بصير اني بعد اذنك بدي فرصه بكره. خير شو فيه؟ بدي اعمل اشي اسمها الاشعه. سكانر؟ ايوه من هيدي. لشو؟ لدينتي اليمين. شو بها دينتك يا نعمان؟ اشقلت؟ شو بها دينتك؟ عشان اسمع فيا منيح. معقول؟ اشقلت؟ عم قول معقول؟ صفرت فجأة وصار يخف السمع تدريجيا. ورحت عند الحكيم؟ اشقلت؟ رحت عند الحكيم؟ اي نعم. شو قال لك؟ ما بعرف ما سمعتوش. ان رحب ترحيب كبير بنعمان كامل بيك المنصور. لحظة عم بكل السنطور. ضيوفنا الاعزاء، نعمان كامل بيك المنصور. هي مش عم يتبكل السنطور. حاضرين شباب؟ حاضرين. تفضل يا بيك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا سويلت يا فنوس. يا هلا وسهلا سويلت يا فنوس. ام سوري على التأخير، كنت عم احكي مع الكورن فريند تبعي بشيكاكو. سويلة بيا فنو. سويلة بيا فنو مدام. بوسوار مسيو نعمان. ولك بوسواران ولك سوي لبيا فنو. حضرتك ولدتو الجيجي فائز سوي لبيا فنو. صراحة مطلوب مني بوسك بإيدك فقط لغير، ولكن هالجمال كله هيدا مش رح اتركه بلا ما اعطيه حقه بالتبويس. واحد ما فيش يشوف هالجمال هيدا الا ما يركع ادبوه. اجنوه الا ما يركع اجنوه. يوقف ادبوه يركع اجنوه. بصوار مسيه بصوار سويلة فيه فنو. حضرتك والده الجيجي؟ اي نعم اكيد. شو بحب يمزح. فضلوا اسيفوا 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 بركوا فوزات اجنو. ادبوا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا هلا 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 يا اهلا وسهلا يا هلا. كيف هالشيء منيحه هيك المشيه؟ تانكو تانكو فيري ماتش تانكو على هالزريعة اللي جايبين لنا اياها تانكو. نعمان بيك هيدي بوكيب لاكيدون ابو كريستال شغل جنيف من عند زهراتو بيساطلوني. وهذه نحط لها كيمياء ولا بترمى بعل هيدي؟ مهضوم. عش قلتي؟ أنا المهضوم ولا أنت المهضومة؟ ولك سويجي لبيا فنو. هذا الريموت تبع ستيرلي. هذا الريموت تلفزيون سنقعد ونحضر. هذا صوت كليف إيستوود. حلو هالفيلم بجنن. شو اسمه يا ربي شو اسمه؟ فوقني. الغبي ذا ستيوبيد. بس فيلم حلو كثير. أربع ساعات مشكلته بس. بس لا بينحضر مرة تانية. يا كلينت. القوص قوص عليهم قوص عليهم. نخلي حدا يقوصوا قوصوا. ايه ايه قوصوا قوصوا شبهوا. ايه قوصوا. ايه علينا. هلا وقت سلريت. الو يا زياد وين رحت؟ كنت مريحني. وين بدي مد اجري هلا؟